الحفل الافتتاح راح يكون في فندق الميريديان في الاوديتوريوم تاع الميريديان ابتداء من الساعه 6:00 دونك حفل الافتتاح راح يكون افتتاح والاختتام ايضا راح يكون في الميريديان. كاين السجاده الحمراء راح تكون تما، راه كاين فريق الان راه يحضر حتى يكون كاين كل التجهيزات حاضره، كان كاين تجاوب من عند المنظمين ايضا في فندق ميريديان حتى يكون كاين افتتاح يعني يليق بمقام مهرجان وهران. الاسماء كنا تكلمنا عليها، بالنسبه للاسماء اللي تكلم راح تحضر في المهرجان كنا تكلمنا. بالنسبه لي انا حضور كوستا غافراس هو افضل مكسب لمهرجان وهران هذه الطبعه. محمود حميده او يعني المخرجين اللي شاركين عندهم افلام، لانه هذا المهرجان حاولنا اننا يعطي الاسبقيه للمخرجين اللي راهم يناضلوا من اجل السينما، من اجل تكون عندهم مهرجانات، من اجل ان تكون عندهم يعني افلام مميزه وتحضر في المهرجانات الدوليه. الان مهرجان وهران بعد انقطاع كاين نساو مهرجان وهران، عاودنا حاولنا نرجعوا. هذه الطبعه راح تكون بحضور فنانين كبار اللي راح يكون، لانه ما نقدروش نعلو على كل الاسماء الان لانه تكلمت انه الظروف صعبه الان. كل ضيوف المهرجان تمت وصولهم الدعوات، تم وصولهم تذاكر طائره وتم وصول تاشيره، لكن الان بالنسبه للطيران والطائرات في سوريا وفي في لبنان الامر يعني الامر حساس. احنا رايحين نلقوا حلول ان شاء الله، نلقوا حلول، وكل التفاصيل راح تكون راهي في الموقع الرسمي. جديد انه طبعا المهرجان يرجع، الجديد انه في هذا مهرجان وهران، انه المهرجان ديجا المكسب انه مهرجان وهران رجع بعد غياب، هذا هو المكسب الكبير اللي بالنسبه للسينمائيين العرب. الجديد انه تكلمت انه عده افلام راح تكون اولى عربيا، كاين افلام اولى عالميا، كاين افلام اولى افريقيا. بالنسبه للسينما هذا هو المكسب، لانه في كل المهرجانات الناس ما تضاربش على النجوم فقط، تضارب على الافلام، لانه المهرجان هو مهرجان افلام، مهرجان منافسه ايضا. دونك اذا كان جاوك مخرجين مثلا كي عبد الرحمن سيساكو انه يجوا، هذا مكسب لمهرجان وهران. اذا كان عندك فيلم رحلة 404 خارج المنافسة معليش، لكن يجيك بمخرج نتاع هاني خليفة وريح يكون حاضر في مهرجان وهران ويخلوا الجمهور الجزائري يشوف هذا الفيلم اللي راح يمثل مصر في جائزة أوسكار، هذا مكسب. دونك الحرب بين المهرجانات هي بالنسبة لي كيفاش تجيب الأفلام هذه، كيفاش تجيب الأفلام أولى عالميا. دونك احنا بالنسبة لأنه المهرجان كان منقطع، لأنه كنين كثير من السينمائيين اللي ما كانوش دايرينها في الأجندة نتاعهم، دايرين اجنده مهرجانات اخرى. اذا رجع المهرجان يرجع اليوم بقوه ان شاء الله، وراح يتقوى في الطبعات القادمه. لكن ضروري اذا كنا احنا في المحافظه او كانوا غيرنا انه المهرجان يلزم ندافع عليه حتى لا يغيب هذه المده. المشاركه الجزائريه في هذا المهرجان ندير صاحبي زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.